أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 43 درجة مئوية، الملموسة 38 ورطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا تبوك تفرق لبعض الغيوم 37 ل 24، سكاكا 40 ل 26، وعرعر 41 ل 26. المنطقة الغربية مدينة جدة أقصى حار 43 إلى 28، المدينة المنورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 45 إلى 33، والطائف 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في المرتفعات الجبلية في كل من جازان وعسير والباحة. الباحة تسجل 29 إلى 24، أبها 35 إلى 22 مع زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر. أما جازان تفرق لبعض الغيوم 35 إلى 33. المنطقة الشرقية الدمام 43 32 مع رياح نشطة، حفر الباطن طقس صافي 44 إلى 34، أما الإحساء 46 إلى 32. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 30، حائل 40 إلى 28، وبريدة أتربة مثارة 44 إلى 29. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.